عبر الهاتف من بوينس آيرس مع الإعلامي والمحلل السياسي عدنان. أنا أقول مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عدنان. ما المرجح بهذه الحالة سيد عدنان؟ الحقيقة مع الأسف الشديد أن السبع شارات التي حللها المختصون اليوم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة والناطق باسم البحرية يؤكد أن هذه الشارات ليست صادرة عن الغواصة الأرجنتينية سان خوان الرئة. وهذا يعني أن كل قائد البحرية هو الجادة، هو الذي قال بأنه كانت متقطعة وضعيفة الاتصال، وبالتالي لم يتم تحديد موقعه. نعم، منذ لحظات يؤكد نفس الناطق بأن هذه الشارات ليس إلى أي علاقة بالغواصة الأرجنتينية وأنها مجهولة المصدر. اها، طب ما الترجيحات هنا؟ نعم، الترجيحات هو يعني صعوبة الحالة الجوية، العواصف البحرية، ارتفاع الأمواج بحدود 6 إلى 7 أمتار لا يساعد أبدا في معرفة مكان تواجد الغواصة. وتعلمون أن المؤن لديهم مؤن كافية، ولكن مؤن الأكسجين لا تكفي إلا لمدة أسبوع 7 أيام. الغواصة صار 5 أيام، يعني معهم يومين إضافيتين للطاقم للبقاء على قيد الحياة. لو تم العثور عليها، علما بأنه نحن نتحدث عن عاصفة مما يعرقل أيضا العمل على عمل مهمة فرقة الإنقاذ. نعم، هناك ارتباك حقيقي من قبل الفنيين والمعنيين بعمليات البحث، بالإضافة إلى وجود 7 دول أجنبية تساعد في عملية البحث، يعني بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار، ودون جدوى لا يوجد أي معلومات تؤكد أين هو أو موقع ومكان الغواصة. السلطات الأرجنتينية تعاني من ضغط كبير، وخاصة من أهالي الفنيين والبحارين. بس لا نرجح أي عمل، فقط نتحدث عن عوامل مناخية، يعني من الأساس لماذا فقد الاتصال مع هذه الغواصة؟ لا نرجح أي شيء، فقط نتحدث عن العوامل المناخية. لا أبدا، هناك قد يكون هناك عطل فني، والمصادر البحرية قد تكون من البطارية، قد يكون حدث خلل في البطارية وهذا أدى إلى فقدان الاتصال مع الغواصة. صح، صار في لغط، عفوا أنا كنت صحيح، العاصفة أو الأوضاع المناخية هي التي أثارت دون سهولة وتسهيل عمل فرق الإنقاذ. طيب، بسبب طبعا خلل تقني تم فقدان الاتصال. بهكذا حالات سيد عدنان لا يكون في يعني تواصل، يتم فقدان الاتصال، يصير في شك عند أو قلق عند المعنيين بأين هذه الغواصة؟ ما في حل بديل في حال أي خطأ تقني ممكن يحدث في أي لحظة؟ طبعا هناك ارتباك وهناك يعني خوف شديد ان يؤدي يعني العجم العسور على الغواصه في الوقت المحدد الى فقدان الطاقم الفني، وهذا سيخلق زلزله كبيره وسيكون له ملاحظات سياسيه على الشارع السياسي. شكرا لك على هذه المشاركه معنا من بوينس آيرس الاعلامي والمحلل السياسي عدنان نقول.